hang اون hang اون أه السلام عوده محموده عافاكم شرحوا لي هذه القضيه حيت نتوما تكونوا انستغرام بزاف انا صراحه ما كان الصوت والو قولي واش كتسمعوني باش نديرو عاوتاني هذا الصوت بلاتي ا أه ودابا دابا كتس كتسمع كنسمعوك ودابا كنسمعوك دابا زكي واش من عندكم ولا من عندي لا ما كان سمعوكش هذا بنا لا لا والو كيفاش ندير دابا دابا ايه اوكي سام مارش هادي الميكرو عاوش اكتيفيت دابا كونيكسيون تقيلة كونيكسيون تقيلة صافي هو قلت كنسمع مزيان أه المهم نكمل لك اخويا مجيد 23 عام باقي صغير جدك ترصاب المهم <applause> أه حاشا لك كترتبط بلا و... خص ملي كي فهمتي كتكون عندك صافي مزوج و وراس لك عندك الاولاد داكشي كيولي عندك مسؤوليه ومسؤوليه كت شويه كتقيدك شويه التقييد ولكن ممكن ما كاينش ممكن, ممكن. كيتليكم هذا المجال زوين ديال التريدين يعني تخدم شويه ودخل في ليسات زوينين خاصك تقرا يعني قرايا يعني انك غادي انا صراحه ك... ك... انا ما كرهش نكون معكم صريح حيت انا من داك النوع اللي خويا ما صافي كتوصل واحد النيفو خاصك تزوج ولكن ما كاينش حنا ثقافتنا للاسف يعني تقول لها بنت ناس تكري تصبري معايا ونمشيو بشويه بشويه ما كاينش كاينش دونك فصبر جميل تبوقت المهم أه اش أه كنقول لك أه, اه هو دومين في الريسك في المخاطره اه وهذه قاعده سبحان الله دارها في الحياه قد تكون كتكون المخاطره كبيره في اي اي دومين ماشي الفلوس في اي حاجه في ما كتكون المخاطره كبيره في ما الربح او الجزاء كبير اوكي هادي الله دارت حتى في مخاطرتك انت بحياتك باش تمشي تجاهد الله قال لك هذوك اللي, في اللي جاهدوا في سبيل الله عندهم الاجر اكثر من هذوك الاخرين اللي ما جاهدوش في سبيل الله يعني هكا الحياه خدامه هذا ما كيعنيش كي انه صعيب هذا هو الفرق مخاطره ماشي صعيب فهمتي وهو واحد الدومين اللي تسعين في المية وأنا كنقول لكم هادشي كنبارطاجي معكم داكشي اللي من عند مختصين يعني ماشي كنتفرج زعما من... ملي كنتعلم انا الحمد لله حيت كنبقى نقلب بزاف كنطيح في الناس اللي خبره ديما تعلموا من عند الناس اللي عندهم خبره فهمتو يعني ما نقولش لكم كاين بعض المرات كيكون كي دري بدا من صغره باقي صغير هو ولكن بدا في 14 عام كلي في العشرينات ولا الثلاثينات عشر واعر خبره عنده خبره هادو تعلموا منهم حيت كيكون كي صافي دوز بزاف كيعطيك كي كيعطيك المفيد كيعطيك المختصر الطريق المختصر أه كي قلت لك اخا الدريه أه أه فاهمة ومزيان اخويا مزيان مزيان المهم أه بالنسبة للريسك حاجة عادية هذا آه الشيء اللي ب... الناس ما بغوش يفهموا ان الناس اللي بغات دير الفلوس آه هادوك اللي كيبانوا لكم دابا في الزنقة راكبين في الحديد وداك الفرق بينك وبينو انه هو خاطر انت ما خاطرتيش فقط كتقول بانه الحرام ولا اه كاين كي اللي كيدير بالحرام وديروا في بالكم حتى داك اللي بالحرام راه مريسكي راه الحرام ساهل <تصحيح> واحد كيبيع المخدرات ولا كيشفار ولا راه تح... ولا كينصب كي على الناس الا تشد راك حاله تو راه مخاطر يعني حيدوا من فكره ديال ان هادوك زعما بحال الحرام فلوس ساهلين يعني لا ماشي فلوس ساهلين هذاك الشيطان كيكذب عليك باش كيخليك جالس كتبرد كتبرد على راسك ما تشوف شي واحد ناجح كتقول اه بالحرام باش كتبرد على راسك بحال زعما الانبياء اللي كانوا لاباس عليهم تاهما بالحرام غتقول يا دوك أنبياء كان كيرزقهم كي الله علاش انت ما يرزق شكون الله اللي كيرزق كلشي يعني يحيدوا ديك التخربيق على ذو القرنين ما كانش نبي ذو القرنين لاباس عليه فهمتي دازو بزاف الناس لاباس عليهم وكانوا كيخافوا الله وقرب الله اه كتبدا فقير ولكن كيجي واحد النهار خاصك دير لاباس فارينا وخلاو العلماء شي علماء اللي عرفوا الله قال لك من لم يدخل جنه الدنيا لن يدخل جنه الاخره إلى إيه ما وصلتيش في حياتك واحد النيفو انك صافي عندك كل شيء ومرتاح نفسيا وماديا وعلاقتك مزيانه مع مرتك ومع ولادك كل شيء الا ما في الدنيا فهمتي راه انسى الا ما عشتيش ديك الجنانه ما ما تحب علاش يعني الله واش شيء اللي فهموا القران هذا أه الشيء أه... أه... انا رجع اخويا كان شويه كنخرج انا رجع سميتو باش ندوي لك على التريدين نكمل هذا أه الشيء أه... غادي مع كلام الله علاش الله كيقول من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكة يعني لما كنتي كلام الله ما تعيش مزيان هذا العكس ديالو يعني الا كنتي كلام الله تعيش مزيان يعني الناس اللي عايشين مزيان اللي هي الجنه في الدنيا هما اللي كيطبقوا كلام الله يعني واللي كيطبق كلام الله يدخل الجنه ديال الاخره راه دي يعني لما الجنه في الدنيا ما في الاخره وفقط ما كنقولش ان راه كلنا كنخطئوا دابا الحمد لله و... زعما واخا عارف هذه المعلومات راه باقي كنعصوا الله وباقي كنتقاتلوا كنحاولوا فينا ديفوات وكنحاولوا نجادوا نفسنا ونتقاتلوا كذلك الانبياء كلهم دازوا ووجدك ضالا هذا لقى الرسول ضال ما عارفش شحال من حاجه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان فهمتي وبزاف ديال الانبياء عصاو فعصى ادم ربه فغوى موسى قتل روح وشير بس هادشي عادي فينا كبشر الله قال لك البشر خطائين وخير الخطائين التوابون اللي كيتوبوا كيرجعوا كي دغيا الله كيندموا على الذنب ديالهم كيرجعوا كي كيصلحوا كي من الخطا اللي داروا بحال هكا بغانا الله فهمتي وكتبقاو مقاتلين كنطوروا من نفوسنا وغادي غادي خاصك واحد النهار يجي في حياتك تعيش في ديك الجنه الا ما عشتيش ذاك النهار عرف راسك راه واش تدخل للجنه الاخيره ولا لا خلاها الله وصافي المهم نكملوا في التريدين خويا انا لا ادري بغيت نوصل اليقين انا ايضا لا ادري رشيدنا يا اخاه علام حتى انا ضال اوكي انا ندوي معاكم معكم على لا ادريين يعني ما عارف واش الله كاين ولا ما اوكي يعني عندك مشكل اساسي مع الله يعني ما عارف واش الله كاين ولا ما فيديو على الصلاه اخويا الله قلت لي انت لا ادري اش بغيتي بالصلاه <applause> خلينا بدنا نعرفوا الله واش كاين ولا ما كاينش وديك الساعة شوف الصلاة عادي أنك تكون لا أدري عادي المهم نكملو مع السيد ونرجعو لكم اللا أدريين نجي ندوي مع مع ماجد أخا ماجيد. قضية الولادة أخا ماجد المهم إلا كنتي دابا خدام شي خدمة معرفتش واش خدام شي خدمة الأولاد الولاد كيجي كي برزقهم ف الزواج الله قال لك ان يكونوا فقراء يغنيهم من عليك من الله من فضله هذا الشيء بعدنا على كلام الله ولا الفساد مع العلم ان احنا دول اسلاميه خاصنا نطبقوا كلام الله وليتي دابا كتمشي انت خدام وتقدر تكري وتصرف على مرتك وتعيشوا مستورين لا دارهم كيقول لك لا خاصك الدار خاصك سالير واعر خاصك سميتو رغم انك ممكن تعيشوا بخير وبدقه بدقه تطور من راسك و خاص غير الراجل تكون عنده ديك الرغبه انه باغي يوصل لشي حاجه وكيتقاتل ماشي معكاز فهمتي وكيقول لك بركه وداك متفق معاكم بحال هكا راه هذا ما راجل ما خاصو يكون عنده ديك الغيره وانه باغي يخدم وباغي يدير وباغي يدير واخلق زوين سميتو زوجوه بناتكم اصاحبي حرام حيت بنات الراجل راه كيتعذب فهمتي اكثر من المرا بالاخص من الناحيه الجنسيه راه بزاف اصاحبي فهمتي وما علينا اننا هاد المجتمع عايشين فيه راه كراف وقضيه الولاد الاولاد كيجي برزقهم فهمتي الله قال لك ما تقتلوش الاولاد لا سميتو شحال هادي كانوا كيخافوا كي من 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 انهم زعما ما يقدروش يصرفوا على اولادهم أو وداكشي كيقتلوهم كي الله قال لهم ما تقتلوهمش الله اللي لك يرزق وكيجي الولد برزقه سبحان الله يعني قضيه الولاد انك ما تولد الا إيه كان عندك واحد الصالير وممكن انك تعيش علاه ما تحرمش راسك حتى باقي صغير تولد صاحبي انا, أنا ما كرهتش كل تزوجنا في 22 انا صاحبي وولدنا فهمتي يعني توكل على الله ولد الحمد لله انت لقيتي بنت الناس اللي سميتو سير توكل على الله الزواج الصغر مزيان يعني ماشي الصغر ديال 17 عام ولا المهم في العشرينات هاكا 23 22 مزيان قبل انا كيبقى حتى ل 30 حتى ل 35 تلقى 35 وعندو الفلوس وكيبقى هو ما باغيش يتزوج ما فهمتش ما فهمتش ايوا كل واحد هو هذه الدنيا واحد بغاو ما لقاش واحد <applause> عاد عنده ما باغيش سليمان أعلم آه لا بغيتش نجبد لهم الانبياء سليمان هذاك حاله خاصه هذاك عرف عرف الله دعوتو الدعوه ديال سليمان خاصكم علاش الله, الله ما كيتقبلش لينا الدعاء ديالنا حيت آه. كنطلبوا الله ما كنطلبوش على القيمه هذه درس خاصنا نتعلموه ما كنطلبوش الله على القيمه كنطلبوا الله على الحاجه على الشيء يعني كنقول ليه بغيت ديك البي ام اللي بالضبط فهمتي بغيت ديك الدريه بالضبط لا باش عرفتي واش فيها خير ليك اعطي القيمه يا ربي بغيت مرا صالحه هذه اه الله يستجب لك يا ربي بغيت وسيله نقل تسهل عليا التنقل ديالي تقدر يعطيك شي حاجه اكثر من ديك البي ام اللي كنتي باغي فهمتي ديما طلبوا الله بالقيمه فهمتي ما تطلبوش لله الله الله قال لي لي سليمان قال لله الله هب لي ملك لا يعطى بالملك فهمتي وفنيتو ما... ما حددش لله الله عطى سير تحكم في الجنون تحكم في كل شيء <applause> ما حددش لله ملي كتخليها مفتوحه لله الله كي... كيكرمك ملي كتضيقها وكتقول لي بغيت هادي يقدر يعطيك انا ما كنقولش يقدر يعطيك ديك الحاجه فقط <applause> اوكي دابا ندوي مع اللا دابا لا ادريين فيقوا جاوبوا معايا نسولكم وناخذوا نديو نجيبوا انا 18 ومجوج تبارك الله انا ما كنقولش بعض المرات الرشد شي واحد كتلقى راشد في 10 سنين بحال مثلا يحيى النبي يحيى اتيناه الحكمه صبيا هذاك خونا كان فاهم الحياة وهو باقي صغير صبي يعني في 8 تمن سنين عشر سنين آه وبالفعل كتلقى شي دراري تبارك الله صغار كيدو معاك واحد عنده سبعين عام ما كيعرفش يدوي بحال فاهم الدنيا انا ما ولكن كنفضل بال... زعما فلا ف... كيفاش كنقولوا لا واش كنقولها ب... ب... مشات ليا زعما ف... لا زعما نورمال ان ال عاده كنفضل انها تكون فوت العشرين بلا ما يتجوج فوت العشرين كيفهم شويه الحياه ملي كتكون باقي صغير 18 17 كتكون باقي ما فاهم ما فاهمش مزيان الحياه ممكن تقدر تفارق انت و انت على شي سبب تافه وهذا الشيء اللي خلانا حنا 18 عام وما فاهمينش الحياه راه المجتمع اللي عايشين فيه ماشي اما بامكانك 16 عام تكون فاهم الحياه فهمتي حنايا أه والدينا ما كيقريوناش اقسم بالله العظيم ما كيعلموناش الحياه هو كتلقى عنده 50 عام شوف شحال تعلم من درس ما كيبارطاجيش معاك واش كاين شي واحد فينا جلسوا باه ولا مو عاود ليه قال لها لي شنو كاين شنو ما ديرش ها هي الدنيا ها كيفاش خاصك تعامل مع مرتك والو بالسيف ما كنكونوا مكلخين كتلقى واحد عنده 18 عام كيلهبيل اش كيديروا في التيك توك دخل تيك توك وشوف عشرين عام كاين كاين اللي كاع 30 عام وكيدير داكشي ديال التبريش باقي ما فاهمش الدنيا كاع حيتاش ما والدينا ما كيقول لك ما كيعلموناش كيعلفونا صافي كيلبسونا عند راسهم هذيك التربيه ما كنعممش ولكن الاغلبيه بحال هكا للاسف برو كاين شي ايه كتحرم الموسيقى لا بالعكس موسيقى لدوجي على الالحان وداكشي الله شاكر في القران فهمتي كانت سيدنا ايوب كان كي يجود كلام الله اللي اللي كان ديك الساعه الصحف وكانت العصافير والجبال يا عصافير مشات لي الايه أوي بي معه والطير فشني أوي بي معه يعني عاودي ديري ديك الايكو دابا دي اللي كيديروا الايكو يعني هو كي تخيل معايا واحد كيجود كي القران ياك وحتى الجبل ملي داك الصوت كيتعاود الصوت ديالك والعصافير كتزقزق واحد الموسيقى زوينه الموسيقى كنفهموها حنا لغه كيفهمها الداخل ديالنا بدون ما نفهموا المعنى ديالها وكاينين شي واحد شي وحدين كيقولوا الشهاد ديالهم كيقولوا بان الله حيت الله ما عنده الصوت وعنده عندو من بعد راك تبارطاجيت في يوتيوب فيديوهات على الله ان الله ملي كيخاطبنا كيخاطبنا بصوت في الايكو وفي شويه النغم فهمتي داكشي وحنا كيحتاج دوا معنا الله كلنا البشر كله دوا مع الله وشهدوا شهدنا بان الله هو الواحد هو اللي خلقنا كلنا شهدنا بهذا الشيء في القران انا ما, ما نجيبش لكم خرافات وداكشي انا كنامل بالقران وكنجيب غير من القران اوكي ما نبقاش نجيب لكم دوك الاحاديث احاديث أحاديش خرافيه وداكشي أه... الله هبط السلاله ديال ادم كلها وخلاها تشهد بان لا اله الا الله يعني كل شيء الخلق شهد بان لا اله الا الله اوكي يعني سمعنا الصوت باش دوا معنا الله هذاك ماشي صوت الله حيت ما حاشا الله نجسدو ونقولوا ان الله عنده صوت ولكن الله بامكانه يخلق واحد الصوت ويخليه يقول لنا داك الشيء اللي بغى بغى نسمعوه داك الصوت عباره على كيقولوا كي انه كان عباره على صوت بالحان داكشي علاش حنايا وانت الدري الصغير التربيه اللي ما عارف والو الا بقيتي كتلحن ليه كي عرفتي كيفاش كيبدا كي, كي بدي يدمع وكيفرح وكيعجبو داك اللحن فينا دابا هادي الموسيقى سدو منا داكشي علاش الامداح كاين شي امداح كيديرو موسيقى ما حرامش الموسيقى اوكي حاجه ش... شي حاجه زوينه فينا فطريا في حتى الطفل اللي بريء ما عارف الحلال من الحرام كتعجبو الموسيقى غتقول لي فاسد تربية باقي صغير تقول يا فاسد دابا كتكتشفوا ان الموسيقى عندها منافع أنك كتخلي البقره تعطي حليب اكثر واحد نوع من الموسيقى ان يمكن لكم تقلبوا على علميا ان النبات كي كي كيتحل كي كيعطي وكي... كي ما... تيمار احسن في شي في... في... في دول في اوروبا كيديروها للمرضى موسيقى لهم موسيقى في السبيطار واحد الموسيقى زوينه كتريح نفسيا الى اخره اما الغناء هذه هضره اخرى الغناء فيه وفيه إذا الغناء فيه تخسر الهضره وفيه تسلقيط وفيه سميتو راه حرام انا كدوع على الكلمات الا فيه شي حاجه نقيه راه حلال حيت حتى في الحروب كانت تستعمل الغناء والشعر باش كتحركش حنا هادشي فينا الله خلقو فينا انا كنت بعض المرات ب... كنهبط نلعب مع الدراري كره وكندير لي زيات وفيهم موسيقى كيولي عندي واحد الجهد وكنولي كنولي كويري واخا انا نيت كنعرف نلعب ولكن كنولي شي حاجه خياليه دير لي زيات كنسمع موسيقى كنتخيل ملي من... كنت كنديرها كنتخيل هادوك في الحروب حيت كيديروها في الحروب واحد كيغني كي وكيقول الاشعار باش كيهيج كيهيج الجيش الجيش كيولي قتال الجيش فهمتي كتعطي واحد الدفعه فينا الم... المو... الموسيقى والاغاني شي حاجه الفن اون جينيرال شي حاجه راقيه داكشي بلا ما خاصو يعلم الاولاد ل... الفن حيت لكن ماشي الفن دابا لا فن عريانه وكتقول لك الفن الفن الحقيقي الفن الحقيقي والله بنادم ما يدير اي من الخابات اي حاجه زبل لا يولي كرا نفسو تكره اذا كان عارف الفن الحقيقي يعني الرسوم الرسم كيدير زوين فهمتي شكل الطبيعه فن فنان الله راه فنان فهمتوا يعني هاد الاشكال آه، الاغاني الزوينه صوت زوين ماشي دريه تسمع دريه صوت دريه <applause> واحد كيسمع مغنيه دريه وكي آه, آه، الاغاني ما لا هذه هضره اخرى كتسمع صوت دريه وماشي صوت دريه كدوي معك عادي كترقق صوتها وكت كدوي على الحبيب وكتنوض ديك ما كتقدر تيرك فهمتي اي حاجه اي اغنيه تيرك جنسيا حرام فهمتي هذه باينه ما نحتاجش نقولوها كاين اغاني طلع اغاني زوينين اغاني ديال الكره كاين بحال مثلا اغاني ديال الراجه عندهم معنى كيدو على على مثلا هموم ديال الشعب كاين اغاني على فلسطين كاين اغاني على سميتو على مدن كاين اغاني على على امك على باك على زوجتك طلع الاغاني ماشي حنايا ايه دابا ولينا على العاشق والطلاق والحبس فهمتي كاين الراب الهادف وخا الراب فيه شي حوايج بعض المرات تخسر الهضره فهمتي <applause> ولكن باش تجي تقول لي حرام الموسيقى حرام الاغاني كلها لا تخربيق مهم نكمل نطلع نقرا لكم انا كنتسنى يسولنا خويا سعد باغي نعرف اوكي أه نسول الناس اللي اللي لي تعطلت عليكم اللي قالوا لا ادريين مزيان بعد الشجاعه أه ما تخافوش راكم في المغرب يعني الحمد لله ماشي لانتي من غدا قلتي انا ملحد ما كاينش اللي يدوي معاك كندوي على علال... على كنظام كحكومه ما يشدوكش في الحبس الى اخره أه بحالك بحال اليهودي بحال المسيحي بحال كل شيء من حقك اا آه كاين بعض المرات شي حوايج كيشدوا اللي ما كيصوموش داكشي ديك الهضره اخرى اللي بغى يطبق دين الله لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ولكن ما كان ما كن من الاحسن هادشي ما تبارطاجيش مع ما تبارطاجيوش مع والديكم حتى باقينا حنا يقولك يا ويلي كفرتي وداك شا... ويبدا يديروا لك فيلم. في فيلم نيك خلي داك الشيء سر بينك وبين خلقك ولا بينك وبين راسك حتى <applause> انت ما كتامنش ديجا لا ادري يعني ما عارفش ماشي ملحد لا ادري ما عارفش ما عندكش الحقيقه يعني باقي ما عارف واش كاين ولا ما كاينش أه نورمال انا دزت واحد المرحله كنت لا ادري وقلتها لكم لا ادري ولكن مك... مرحله ديال النهار مك... ليله ليلك كنت ادري الله يرحمني الحمد لله أه داك تغير تفكير ديالي في الدين بفضل من الله الحمد لله أه باش نجاوب اللي خويا اللي قال اتس بي المهم أه قال لي واش كاينه شي ايه كتحرم الموسيقى ما كاينش ايه كاينه ايه كدوي على الشعر الشعراء يتبعهم الغاوون فهمتي واستدلوا العلماء بان من داك الشيء هنا الله كيدوي على الكلمات اللي كانوا كيستعملوا الشعراء فهمتي مع العلم ان كان كان الرسول عنده شاعر الا كانوا يقولوا الشعر حرام يعني شنو الرسول كان كيدير الشعر حرام الرسول كان عنده شاعر ديالو يعني الرسول كان كيتوكي يبغي الشعر والشعر اللي هادف اللي عنده عندك يخرج ليش الزيت ما كايناش موسيقى الموسيقى الالحان يعني غير بالادوات الموسيقيه الله ما ذكر حيت الله ما يذكرش لك موسيقى فهم دوالك على العصافير واش هذيك العصافير كتعتبر موسيقى الضرب تك 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 موسيقى ملي كتجمعهم كلهم كيعطيك ديك الموسيقى اللي كنعرفو حنايا هذيك حلال ما تجيبش لي عاوتاني الموسيقى ديال اللي كضر في الراس وداكشي هذيك راه باينه ماشي غنقول لك ماشي نقول حرام ولكن كضر في الراس ممكن ما كتعجبنيش انا داك صداع الراس وزي. انا ب... انا نكون معكم صريح كيعجبني الموسيقى اللي فيها الشعر كسو سوا ولا ب... فرونسي ما عندهمش بزاف كيعجبني هذاك ازنافو شارل ازنافو كيعجبني ام ان ام الراب الراب ماشي ديال المغرب باش نكون معكم صريح أه... الراب ديال امريكان واعر كيعجبني أه... واكثر اللي كنسمع لهم كنسمع لل... أه... المغني واحد الراي الراي كيعجبني فهمتي ولكن ماشي داك الراي الموسخ الراي اللي تا هو كلمات زوينه وداكشي داكشي شنو شنو اللي اللي كنت نقول لك اللي كان ليه بزاف بزاف هو الستيل الخليجي الشعر الشعر الخليجي وبالاخص اللي كيغنيوه الرجاله يعني ما كنتصنش العيالات سبحان الله انا معمرني عمرني لشي مرا رغم ان ماشي ما كيعجبنيش ما كيعجبونيش بش... بش ما ولا... ماشي زعما باش نكون معاك صريح مش ماشي زعما لا باش ما نتصنتش كن... للحرام لا ماشي السيل ديالي نتصنت للمرا انا راجل علاش نتصنت للمرا كنبغي نتصنت للراجل كيغني وكيعجبني الصوت الخاشين انايا حتى في القراءه ديال القران كيعجبني الصوت الخاشين علاش ما كنبغيش نتصنت للمرا واه ما كيعجبنيش اه يعجبك تف... تشوفها اما نسمع لها اوكي انا كنتسنى يسولني الله يوفقك خويا في حياتك غتعرف الحقيقه اخي انس ان شاء الله انا ماشي الحقيقه 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 المطلقه الله اللي عارفها وانا نعطيكم وتعرفوا ان شاء الله الا جاتك من عند الله تعرف بان من عند الله تعرف حقيقه مطلقه وان شاء الله تعرفوا الحقيقه اما لا تسنيتي الحقيقه من عندي راه انسى مع بشر مع عمرك كنعطيك داكشي اللي مقتنع به انا ممكن يكون صحيح ممكن يكون خاطئ اما ملي يجيك ميساج من عند الله هذيك الساعه حقيقه مطلقه <applause> حقيقه مطلقة امير باقي ما مزوج غير ما عارفين دابا على اساس الحلال ان شاء الله آه باقي ما مزوجش والله يسهل لكم ماشي بنادم ما يلقى شي وحده تفهمو للاسف دابا الدريت ولاو تابعين لي فيمينيست و... أه... أه... شكرا أه... زلزل... جاوب لا ادري اه خاصنا الناس مساكن خاصهم الناس المهم أه... السؤال ديالي واش نتوما مولودين في اسره مسلمه هذه اول سؤال جاوبوا عليه باش نعرف واش كنتو مسلمين وكنتو زعما مامنين بان كاين الله وكتطبقوا الشعائر الدينيه وداكشي دا يبقى تيلي ايفون نبقى لا ادري ما تسناش من هاد اللايف تخرج عارف انا انا صعيب راه خاصك تبحث يعني انا نعطيك انا نسال عليك خاصك تزيد تبحث وداكشي لا لا ما سيتكش يلا كنسكروا لي يلا كنهبط سميتو بقيت الفوق يلا كنهبط لي كومونتير أه... خويا الكبير عطاني العصا آه تا بنادم هو تلقاه هو تلقاه ما كيعرفش الله زعبي ويضربك فهمنا آه هذيك ديال ورثنا الدين ولا خاصك تكون مسلم مسلمين هما اللي يدخلوا الجنه ديك الخرافات ادعي لله <applause> اخويا كارلوس شكرا اخويا الله يحفظك داك الشيء هادشي اللي كنت كنبارطاجي مع الناس كنقول لهم حنا راه وارثين كنقول لهم راه غراف راه بزاف ديال المسلمين ما تختبروش في دينهم علاش ما تختبرتيش في دينك انك ما مختبرش واش انت تعرض عليك الاسلام و و امنتي بيه ولا كفرتي بيه ورتي واي واحد كيتزاد كي كيورث الديانه ديال الاباء ديالو كيامن بها وكيظن انها هي الحقيقه المطلقه يعني راك راك بحالك بحال المسيحي بحال اليهودي بحال البودي بحال بحالك بحالهم يعني نهار تختبر ديك الساعه باش نقول انا مسلم دابا لحد الان غير ورتي نتو الناس اللي حنا كلنا تقريبا انا الحمد لله تختبرت هي فاش وصلت لك مرحله لا ادري يعني تختبرت وصلت لانني شكيت في الدين وتبين لي عا باش رجعت وعرفت الدين الحقيقي داكشي انا ما نتفاهمش مع بزاف ديال المسلمين يعني بزاف ديال المسلمين نقولهم كتخربقوا في بزاف الحوايج حيتاش بزاف د المسلمين غير وارتين وكيف ما قلتي الموروث الاسلامي اللي مقاتلين باش يحميو هو اللي مخلي الناس كيهربوا من الاسلام اوكي شنو اللي خلاك تشك بان الله ما كاينش هذا هو السؤال ديالي واش الارض مسطحه ولا كرويه مسطحه انا نعطيك خلاصه مسطحه والنازا كدابة وكيف بركو كل شيء دوك تصور لي كتشوف دوك الفيديوهات وعندي فيديوهات في البيسي ديالي بالأدي مفروشين في البلو سكرين الجرين سكرين اللي عارفينها هذيك الشاشة الخضراء والشاشة الزرقاء ومفروش داك فهمتي ومفضوح وندير فيديو في يوتيوب ونبارطاجي معكم بالأدلة من القرآن أولا يكفينا كلام الله وخم ما يكونش هاد الفيديوهات كلام الله قال شي حاجه سمع من بعد عا باش نشوفوا الفيديوهات جاش كلام الله هو الاول ماشي كيف ما كيديروا الشيوخ كيعوجوا المعاني ديال الايات باش يبينوا انها كرويه رغم ان الايات باينين كيقولوا انها مسطحه غير باش يبينوا ان ارى النازة النازا الحق حيت ما يمكنش النازا كتبي لك فيديو هتشوع عيب الاسلام لا عيب الاسلام دين خيب عيب الاسلام دين متخلف ما عارفش الحقيقه حنا عايشين في كرويه ولكن ولكن القران كيقول بانها مسطحه راه تشوه فهمتي ملي خرج داك السعودي كيقول لهم راه الارض مسطحه ضحكوا عليه آه متخلف لو اتبعت اكثر من في الارض لضلوك عن سبيل الله ما كاينش صاروخ واحد خرج من الكره من الارض اللي كيقولوا كره ما كاينش صاروخ واحد اقمار اصطناعيه كتقف في السماء ما كاينش صاروخ واحد خرج يقول لك خرجنا وصيفطنا باغي نمشيو للمريخ حالمين وناس يحلمون واش كاينين سبع الاراضي ولا غير الارض اللي عايشين فيها حنا سبع اراضي ماشي بمعنى اللي اللي فهموهم كاينين سبع طبقات فهمتي ماشي ديك السبع ديال كاين نفس الكره الارضيه كاينين الناس ممكن يكونوا عايشين فيها لكن احنا خويا وهذاك ال... ال... الكون ال... ال... لا محدود راه ما كايناش واش ندير عليه فيديو تفهم الكون كله بتعرفنا والكون ياك من القران الارض والسبع سماوات صافي الارض والسبع سماوات وانت اخويا راك شي حاجه بني ادم راه وليد داير عليه الفيلم في الكون كله بنادم وليد داير عليه الفيلم تخيل بحال هاد الحيوانات وهادشي كل كلشي والملائكه كلشي خدامين علينا حنا والله قال الشيطان اسجد لادم انك خدم لا لصالح ادم ونقدروا نشرحوا هذا اسجد شنو معنى اسجد ما بغاش قال لي ويلي انا خلق صاحبي من, من العافيه هو خلقتيه من التراب وانا نخدم عليه حيت دابا الملائكه خدامين خد ماشي علينا لينا ماشي خدامين خد علينا زعما انهم لصالحنا انهم كيح عندك ملائكه كيحميوك عندك ملائكه كيقيدو عندك ملائكه فهمتي كيقبضوا روح نفسك بين قوسين ماشي روحك نفسك فهمتي تا الشيطان الله قال لي خاصك تا بحال هاد الملائكة ما بغاش أه... نكملوا بعدا مع اللا أدريين واش الارض مسطحه ولا كرويه مهم قلنا مسطحه علاش مسطحه قنعنا بالرجوله آه، عندي ندير فيديوهات في يوتيوب اوكي باش دابا نجاوب اللا أدريين ومن بعد آه، وش واش كاينين سبع الاراضي دويت عليها اناس آه، 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 يعني عندك مشكل عرفت دابا المشكل ديالك ان خلاك تشك في الله هو انه كاين الظلم ياك في الارض هاد أه الله جالس في العرش ياك هادشي اللي كيبين لنا الشيوخ آه ما كنعممش كاينين علماء واعرين فهمتي قامعينهم مسكتينهم أه شورات صافي داكشي اللي ورثنا علماء كانوا تقتلو. وكنت قلتها انا فهد في واحد في تيك توك بقاو يمرضوني رضوني أه علماء اللي بنو سينا بنو الهيثم دوك كلهم الرازي هذوك كلهم خوارزمي ملي كانوا كيدويو في الدين وكيعطيو تما سميتو كيقتلوهم كيكفروهم علاش كيخالفوا الموروث أه كيستدلوا بالقران كيقول لهم نتوما قرانيين ما, ما عرفت كيستدلوا بالحديث ما نتوما للاسف للاسف هادشي الشيء نقدروا ندويو عليه التاريخ كيفاش طرات تتحرف المفهوم ديال الاسلام او بعض المعاني ديال الاسلام تحرفوا الحمد لله القران باقي محفوظ والله قال لك يحفظوا المهم كاين اللي ما يتفاهمش معايا في هذا انا كندوي بادله وبارطاجي معكم في يوتيوب بزاف الحوايج عندك المشكل هذا هذا مشكل كيجي كي للمؤمنين تا هما يعني الناس اللي كيامنوا بالله مع راسو كيبدا يقول هاد الله تا ما. هو كل ما صريح كذاب الكذاب هاد الله جالس في العرش ترونكي كيتفرج فينا حنا كنتعذبوا وكنمرضوا كنتظلموا اللي تقتل اللي تعتصب هو ما كيدير والو كنبقاو نطلبوا كنقول يا ربي يا ربي ما كيتسوقش ليا هاد الله خيب الله سادي انه كيبغي يستمتع بالعدد ديال الناس هادشي اللي اللي بنادم كيتخيل كي... اوكي انا نجاوبك علاش يعني ما كيبغيوش يبينوا على انها مسطح ارجعوا للمؤامره كدويت لكم على المؤامره خوتي خاصكم تعرفوا بان هذا العالم غادي بواحد المؤامره اللي ما بمؤامرة بالمؤامره اخويا بلا ما تقول راك مؤمن وقران والله حيت الله في القران قال لك مؤامره ابليس هو بفمك يقول لك انا حياتي كلها دابا صافي خرج على راسي ندخل الجنان ورا انجلس لكم في الصراط المستقيم والله لا تفرتوا حياتي كلها دابا غنبقى خالد يا كنعيش انعيش ونحضر الحياه ديال البشر كلهم والله حتى نخرج على منكم كلكم هكا قال ابليس بالدارجه أنا, أنا لا, لا اغوينهم اجمعين ان الروينه في الدنيا ان شي يقتل شي شي يتعدى على شي شي يفسد كل شي يدير هذا هو لغ... الاغواء اغوينهم اجمعين الا طائفه واحده عبادك منهم المخلصين هذا العبد اللي كيدوي معاك والله ما من هاد العباد المخلصين شحال من مره كيخرج عليا الشيطان كيديني كي كيلصقني في حيط عرفتي شكون هما المخلصين لي كتوصل لواحد المرحله حيت الاسلام مراحل او الايمان مراحل ادنى مرحله قبل ما تدخل الايمان كاين الاسلام كتكون مسلم داكشي الله لا تقولوا امنا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلبك حتى يدخل الايمان في القلب ديالك وتولي مؤمن ديال الصح عاد تقول مؤمن تابع مسلم يعني مسلم هي اقل حاجه عاد باش كاين مؤمن وكاين كاين سميتو موقين كاين المتقين كاين بزاف الذاكرين انواع واشكال في الاسلام اعلى مرتبه هما المقربين المقربين في جنات النعيم في اعلى جنات يكونوا في احسن الجنات هذوك المقربين كانوا الانبياء واحد طائفه من الاولين واحد تله صغيره من الاخرين اللي جايين زعما في اخر الزمن فهمتو يعني كاين درجات عند الله ما كاينش صافي مسلم وصافي كلنا بحال بحال لا ماشي كلشي بحال قال قالك الشيطان غويهم كلهم بالمؤمنين بكل شيء الا وحدين مخلصين عبادك منهم المخلصين شكون هما هاد المخلصين باش كتولي مخلص خاصك تكون مخلص لله كتكون مخلص لله كتولي مخلص يعني كتطبق عليك الفعل الله كيخلصك ليه هو كتولي ديالك اش قال لي فص الموسى فاصطنعتك لنفسي انه من عبادنا المخلصين على موسى ديالي هذاك خلصت لراسي راسي علاش هو كان مخلص معايا وانا نخلصو ليا صافي ولا ديالي فهمتي انا حامي من الشيطان داك يعني الشيطان كيوسوس ليا انا يوسوس للشيخ ديال الجمعه كيخرج علينا علاش قال لي الله شاركهم في الأم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غُرُورًا يعني اي دخل معاك يوسوس أيوة لك باش فلوسك يعني انك تعصى الله في فلوسك تعصى الله في ولادك في كل شيء فهمتي اي أيوة يوسوس لك هو هذا هو هذا هو طب عنده هو لك يغويك يوسوس أيوة لك ويزيل لك واعر وي هو نقدروا ندويو على الشيطان حلقه ديال الشيطان في يوتيوب كاين حتى مشكل شنو كيستعمل هو من الملائكه هذه تقدر تجيكم صد, صد... صد... صدمه ملائكه ملائكه حيت اش ولد الحرام عنده القدرات ديال الملائكه وتخيلوا معايا ملائكه اي امر الله الوحيد الاول والاخر ما كاينش شي ما وهذه فيها فيها درس للناس كلهم شي بزاف الحوايج مهم هادشي نقدروا ندوه فيه في يوتيوب باستفاضه وبالادله وبكل شي جلسه ونوريكم كان كنعطيكم معلومات دابا ونجلس معكم وبالادله وبالايات وبكل شيء من القران وغتعرفوا الدين الحقيقي اا أه مهم قال لك نعم ايات يقولوا الجنه بعرض الارض والسماوات اذا ما يمكنش تكون الارض عباره عن ذره في كون نازل هذه آه يوم 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 آه 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 يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات يعني نهار آه آه صافي القيامه آه آه قبل ما تكون القيامه أي آه 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 واحد فهمتي الله غيحيد آه آه الكون ويدير كون جديد هي فين تولي الارض عرضها عرض السماوات دابا الارض ماشي عرضها عرض السماوات الارض صغر العرض ديالها صغر من عرض السماوات ونار ايطر الخلق الجديد حتى الجنه تكون هنا في هذه الارض يوم تبدل الارض غير الارض وتولي الجنه فين نعيش آه اخويا نخلي اللايف مس... اللايف مسجل سميتو سعد ياك سميتك سعد قال لي نسي نسيت على الايه اه ديال سبع السب... سب سماوات و سبع آر... هذيك هضره اخرى فهمتي ديال سبع اراضين هضره اخرى حيت باش نكون معاك صريح حتى واحد ما يعرف الكون كي داير شكلو فهمتي حنا غير كنحاولوا نديروا مقاربات غير بغيت نوصل لكم ديك الفكره سعد كيقول الله لكن الله قال قال عز وجل كتا... كتا لا ادري يا أه بغيت نقول لكم ديال سبع اراضي وداكشي هذاك الشيء اللي كيصوروا لكم ناسا نازا ان الكون كبير وكاين بزاف د المجرات وبزاف وحنا غير حبات داكشي الشيء هذاك الشيء الهدف ديالو فهمتو راه قلت لكم مؤامره غنشرح لكم دابا المؤامره عرفتي شنو ديروا باش ما نعيكمش غندير فيديو ونشرح ولا ندير لايف يكون خاص بعنوان المؤامره وتعرفوا مؤامرة الشيطان والأعوان ديالو اللي مخدمهم ودير لهم غسيل المخ هما بشر خدامين خد عند راسهم راه الاهداف ديالهم هما راه خدامين الاهداف الشيطان شي الشيطان شحال مريقل ما يعقل لا حتى واحد هو وكلشي بغى يدخل بغى يخلي البشر يتقاتلوا بيناتهم وكلشي الزمر يدخل الجنه فهمتي يدخلوا مع الجنه فهمتي يعني دوك عبادات الشيطان داكشي داك تخربيق دوك مساكن مساكين ماشي هما اللي حاكمين العالم اللي حاكمين العالم الشيطان كيحركهم هاك الشيطان اللي محكم فيهم كيخليهم يديروا اللي بغا آه. انا نقدر نوريكم هذه القضيه ديال الارض ديروا في بالكم في القران الارض هي الكل شيء هي المركز الارض عاد باش كتجي الشمس والقمر يعني الارض كبر من الشمس والقمر فهمتي هذه في بالكم والارض ما معروفش الحد ديالها واش الارض مجوفه وعايش بنادم في الجوف ديال الارض لا 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 بنادم اللي كاين عايش معنا كاين شي حاجه سميتها مجوفه و... تنطل دوك الخرافات كاين شي وحدين كيمشيو بعيد كيمشيو للاسرائيليات الاسرائيليات هما الكتب الإسرائيليات ديال بني اسرائيل اليهود عندهم واحد الخرافات بزاف الخرافات كاين شي مسلمين كيمشيو يجيبوا القصص من تما وكيبداو يقولوا على اساسنا بحال الاسلام اللي كيقولها ولا الرسول ولا الرسول ما قال لا والو كيبقاو يتفلسفوا بحال هكا يا جوج وماجوج وغيخرجوا ياكلونا شي ياكلوك الله فينا في القران قال الله خلينا نكمل مع مع سميتهم شعر كاين سعد وانس انس باقي ولا مشيتي المهم سعد قول لي انت اخويا سعد أه... انت تنتوف... في وش... أه... لا ادري واش هذا أه... أه... مش واش انت سعد تتف زاديتي في اسره مسلمه واش كنتي مامن بالله بانه كاين وكتطبق الدين ولا غير مامن بعدا ومامن بالاسلام المهم نقول لي باش حتى ندوي معاك باقي انس أه واخا انا ندوي معاك انس على ديك القضيه اللي قلتي السبب اللي خلاك انك تامن بالله ما كاينش ما تخافش داكشي دزنا منه حنا عادي وما كاينش شي نبي ما داش منه انك كتشك في شي حوايج كتحس بان كاين الظلم علاش كاين الظلم واتخلع من هذا الحقيقه الله كيقول لك وما ربك بظلام للعبيد يعني انت ما يمكنش لي نعطيك هذه الادله حيت ديجا انت ما كتامنش بالاسلام لا ادري يعني ما يمكنش نستدل لك بشي حاجه ما كتامنش بها آه برو دوينا على الاسراء والمعراج واش بصح الاسراء بصح معراج لا اساس له من الصحه اي حاجه انا نعطيك خويا اي حاجه ما ذكرتش في القران ما كايناش هذا هو القران هو كلام الله قال لك ما فرطنا في الكتاب من شيء ياك والله قال لك تي لكل شيء ها انت راه موجد لكم عمل موجد لكم ان شاء الله ندير الفيديوهات في يوتيوب ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء يعني القران كيبين كل شيء بين قوسين يقول لك واش فيه الفيزيك وفيه الشيمي ودقيت الله علينا عندك الملحدين هنا الله كيدوي على الدين في تبيان للدين الحاجه اللي تخليك تدخل للجنه وتخليك تعيش مزيان الكاتالوج ديال الحياه باش تعيش مزيان في الحياه بحال شي ماكينه شريتي ماكينه شريتي باش تعرف كيفاش تستخدمها خاصك الكاتالوج ديالها هذاك اللي باش كيوريك كيفاش تخدمها اوكي كذلك الحياه الحياه باش تعرف كيفاش تعيش فيها وتستعمل الحياه مزيان وما تهلكش القران فهمتوا قال لي إيه ما كتامنش بالحديث ديجا دويت في هذا الموضوع الناس راه عارفيني ماشي ما كنامنش بالحديث بالنسبه ليا الرسول ما يمكنش يقول شي حاجه مختلفه مع الله ما يمكنش يعني هذا المعيار ديالي يعني. والرسول ما يمكنش يجيب شي حاجه من راسو مادام انا الله ما قالهاش ما يمكنش الرسول يقولها في حديث وعلاش و... و... وما ما كاينش في القران علاش الله ما ي... شي حاجه مهمه خلى الرسول قالها وما كاينش في الحديث ما يمكنش في القران عفوا مع العلم لا تسمع كيفاش كي الاحاديث كي الاحاديث تكتبوا تجمعوا كاين اللي كيتجمعوا داكشي الاحاديث تجمعوا ماشي ماشي الرسول اللي جمعهم ولا بالعكس كاين أح... كاين حديث الرسول قال لهم اللي كتب عليا شي حديث يمسحوا اللي كتب عليا من غير القران مسح كتب شي القران مرحبا ما كتبش القران كتب شي حديث علاش الصحابه كانوا كيديروا الصحابه كيبان لهم الرسول دار شي حاجه كيقيدوا الرسول دار قال وعارف انت يا الصحابه راه كانوا بشر بحالنا راه الانبياء كانوا بشر بحالنا يعني الصحابه سير دابا قولها شي هضره شي واحد وذاك واحد يقولها لشي واحد يدوز ما بين 100 وسير شوف هذيك الجمله اللي قلتي واش باقا كيف ما هي ملا يقولها لك داك الشخص ال100 تبدل فيها بزاف الحوايج يتبدل ما عندكش كتلقى شي احاديث كاين روايات روايه مختلفه على روايه علاش حيت بزاف قالوا ديك الحاجه تبدلات مع الوقت كل واحد كينقص منها حاجه تتبدل كتبدل واش هتعول على البشر صاحبي يجيب لك دينك واش هذا دين تاريخ الاحاديث تاريخ ما يمكنش نعتمد عليهم باش الدين القران هو الدين الله قال لك اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ملي ورضيت لكم الاسلام دينا ملي تكمل ملي كمل القران ينفوا كمل القران قال لك ها شنو سعد مؤمن لا انا انا صاحبي انا مامن بالله عز وجل شي عام دابا ولكن ما نقنعو اه اوكي صافي فهمت واش يا جوج ماجوج ولا باقي آه ما يخرجوش يا جوج ماجوج ما عارفينهمش حنا كي دايرين ما عارفينهم آه شنو هما اوكي اش آه ما رسول الله ما قالش ان في دوز سالنا ماشي سوقكم شنو لان شنو الاستفاده اللي انا ان بان داك الفساد اللي كانوا كيديروا كانوا كيديروا فساد كبير غيخرج في اخر الزمان يعني دوا على حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج ما جاش حتى اذا فتح على ياجوج وماجوج حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج يعني دوا على الفتنه ديالهم سماها ياجوج وماجوج فتنه وماجوج صافي وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق صافي قربتهم قيامه اي تخرج واحد قديمه لا يقلب شويه يلقى اه سعد راه مؤمن ولكن اه هذا قريته برو دوك سنين كيبقى سن كيبقاو يقولو ديك الايه ديال اطيعوا الله واطيعوا الرسول راه ما عرفوش شنو كيعني الرسول أما اك شي ما عارفين شنو معنى الرسول شنو الفرق ما بين الرسول والنبي داكشي اش كيقول كي كيستدلوا بهاد الايه ولا عارفين وكيخبيو باش كي فهمتي كيعطيو حجه كيعطيو حجه باش يدافعوا الاحاديث مع العلم ان الله ما قالش في القران انك الاحاديث ما دواش على شي حاجه في فطره مزيانه ما عرفتش شحال عندك في عمرك انس جاوبني انا عندي لك جواب ما تقولش هذا كيتعرب ولا غير الوقت المناسب انا بالعكس كنفرح ملي كيجي الناس باغي يعرف باغي يعرف وصريح انبياء كانوا بحال